الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 6 شاحنات مخالفة عند مداخل محافظة الأنبار. وذكرت الهيئة أن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الغربية ضبط 6 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة. وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط الشاحنات المخالفة عند منطقة الكيلو 35، وكانت محملة بملابس ومواد غذائية ومواد متنوعة، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين. أعلنت خلية الإعلام الحكومي عن ضبط 14 حاوية تحتوي على مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي. وبينت أن ملاكات هيئة المنافذ الحدودية ضبطت 14 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد والمعدة للتهريب. حذر النائب هادي السلامي من تسريح آلاف العاملين وتوقف أغلب المعامل في البلاد بسبب قرار وزارة النفط رفع سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل القطاع العام والخاص. وقال النائب السلامي إن هذا القرار أسهم برفع أسعار الكثير من السلع المرتبط إنتاجها بالنفط الأسود، كما يرفع من أسعار المنتجات فضلا عن تسببه بإغلاق أغلب المعامل، فيما أكد أن القرار سيعمل على رفع أعداد العاطلين عن العمل ويقضي على الصناعة العراقية بشكل كامل. وكانت وزارة النفط قد أقدمت على رفع سعر اللتر الواحد من النفط الأسود من 100 دينار إلى 350 دينار، ما أثار غضب أصحاب المعامل في العراق. انخفضت نسبة البطالة في تركيا خلال الشباط الماضي إلى 10.7%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3,579,000 شخص. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن نسبة البطالة في تركيا خلال شباط 2022 تراجعت بواقع 0.5 نقاط مقارنة مع كانون الثاني من العام نفسه. ولفتت البيانات إلى أن نسبة البطالة خلال شباط 2022 انخفضت بنسبة 2.5 نقطة مقارنة بنفس الشهر من العام الفائت. في هذه الأثناء تراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق النفطية وسط التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بعد أن أعلن المستهلكون في العالم عن خطط للإفراج عن النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية. وانخفض خام برنت $2.32 ليصل إلى $100.64 للبرميل الواحد، بينما فقد الخام الأمريكي $2.42 ليصل إلى $95.84. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.